والله هتجي لكم في عيالهم. والله ما اديت. سيبوا بس. يعزيهم بعملهم. انت تقول عشان كل الاعضاء، الاعضاء هم اللي دخلوها. لحتى مهلة يا راي نشمد ديننا، مهلة نشيل ما نشيلش. راجل أصغر واحد فيهم واقف ضدنا، والله لا تجيله في عز ما يملك. يا رب كبير وصغير، يا رب كبير وصغير فيهم يجيلهم في أهاليهم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي كل الأبجار انت مالك دعوه كابتن، مالك انت بتكلم؟ هو عادي ايزي الضباط، الراجل ظابط قاعد ما تكلمش. برضه حضرتك موجود يا باشا؟ ده عسل استاذ عنجره. يا باشا مسيرك في يوم من الايام هتبقى نفس الوضع. لا الراجل ده تمام، الباشا ده تمام. يا باشا يا باشا انت حضرتك ظابط، يا باشا حضرتك ظابط ما تكلمتش، عسكري ما يتكلمش يا باشا. ده عسكري يا باشا. ايوه ايوه هتتكلم كلمه. لا 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 انت عسكري يا باشا. رمضان هتتكلم كلمه. رمضان اسكت اسكت والله. خلاص انت انت همك لم حتى كلام. شوف خلينا نتكلم خير الناس. معلش ما فيش فايده، ما فيش بيوت معانا نص. خلاص خلاص يا اولاد، لا حول ولا قوه. هنعمل خيمه على قدام بيت الناظر. خلاص لا حول ولا قوه. صور براحتك. خلاص 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 أنا بقول ارجعوا ورا، مش عايز قاعدة هنا. يلا يا عم يلا يلا يا ابوي يلا. أنت رجع احنا هنرجع. ارجع ارجع يلا في الواقع. يا ابني لا احنا ولا البيوت ما نخشش جوا. تعال هنا تعال من هنا تعال من هنا. ناس يلا يا رجع يلا يا ابوي يا رجع يلا يلا يا زيد يلا انزل يا ارجع تعال هنا. يلا يلا يا ابو يلا خش ولا خش. يلا يا عرب بيقول لكم عنكم. يلا يلا يا اخواننا. يلا يا عرب يلا يا شعبان. يلا يا عالم ليلة شعبان. يلا يا عبود يلا يا عم يلا يلا يا عم. لا بتدعى ولا حد بيتحبس. يلا يا بيت الجميل ما يدبحوكم دبيح ما حد هيتحبس. احنا اتدبحنا ما فيش حد. اتدبحنا في بيوتنا. خلاص اتدبحنا في بيوتنا. خلاص يلا دخل حاجه وحلالنا حاجه وحلالنا على حدنا. تعال يا عم يلا هنموت في التراب. يلا غبار عليك. يلا تعال غبار عليك. يا حاج سال عليك كده من التالي. لعل ابوهم ابو الغباره. طب ماشي يلا تعال يلا ودونا سرايل صاروها العيد سرايل هناك. ماشي يلا يلا يا ابو سعد. يلا يا ابو سعد. ما بنوش هذا الكلام. ودعم الله. يلا ودعم سجل ما تبعش من هنا كله عشان بيوت.